للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي. دكتور أنا برحب بحضرتك. أهلا ومرحبا بحضرتك والسادة المشاهدين. في البداية رغم ارتفاع معدلات التضخم في العالم إلى أنه مصر التضخم فيها شهد تباطؤ كبير خلال الفترة دي ويمكن وصل لأدنى مستوى ليه في 6 أشهر، خليني أسأل حضرتك إلى ماذا ترجع هذا التباطؤ، وهل له علاقة بأنه المصريين في هذه الفترة قرروا يمكن المقاطعة لبعض المنتجات؟ بكل تأكيد يعني إلى جانب كبير من تباطؤ التضخم كان بيرجع إلى سلوك المستهلكين حيال أو تجاه بعض المنتجات اللي بتخش في كاستمر برايس إندكس أو مؤشر أسعار المستهلكين بشكل كبير. إلى جانب طبعا في شهر أكتوبر كان في عدد من الإجراءات اللي قامت بها الدولة دفعت بشكل كبير إلى استقرار الأسعار في نوفمبر كما جاء بالبيان اللي حضرتك تفضلت به. فإذن إحنا أمام معدلات تضخم إلى حد كبير بتتباطأ، إلى حد كبير بدأت من شهر نوفمبر اللي بياناته أعلنت بالمناسبة من كام يوم، يوم 14 ديسمبر الجاري، وبالتالي متوقع أن يكون وتيرة التضخم كمان خلال ديسمبر ويناير المقبل أنها تكون في مستويات أقل من المستوى الحالي. يعني زي ما حضرتك تفضلت وفقا للبيان بنتكلم في متوسط حوالي 34، متوقع أنه يصل ل 33 أو 32 بنهاية هذا العام. يمكن بشكل كبير دفعت الإجراءات اللي قامت بيها الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص في المبادرات الخاصة بتدنية الأسعار أو السيطرة على التضخم، هي اللي دفعت بشكل أساسي إلى انخفاض ملحوظ في بعض المنتجات اللي أدت في النهاية خالص إلى تحسن في المستوى العام للأسعار. يعني طب خليني أسأل حضرتك يا دكتور، إحنا ليه ما بنشوفش انعكاس لهذه النسبة اللي انخفضت على الأسواق أو على الأسعار في الأسواق؟ دايما بيكون في بداية أو في أعلى نقطة بتحصل للتضخم دايما بيكون في مضاربات من قبل بعض التجار، هي اللي بتأدي بشكل كبير إلى امتصاص الموجة أو الانخفاض اللي ممكن يكون موجود. يعني بكل بساطة المبادرة اللي فاتت كانت بتستهدف بشكل أساسي على مجموعة من السلع، مجموعة السلع دي كانت بتيجي في الأساس اللحوم والدواجن و بيض المائدة وعدد من السلع الاستراتيجية. بكل تأكيد الأثر بتاعها بيبان بعدها بعدد من الشهور، يعني بيبان بعدها بشهر أو شهرين. ليه؟ لأنه بنتكلم على سلاسل القيمة بتكون موجودة في تجار الجملة وتجار التجزئة لحد ما توصل ل العميل النهائي. بس الأمر أنه هذه المرة نسبة التضخم حينما ارتفعت بشكل كبير في العالم كله وليس في داخل مصري، مصر كان فيها ركود تضخمي، هذا المصطلح اللي عانينا منه مع يعني التحسن اللي حدث في نسب التضخم، هل تتوقع أنه يستمر الأمر في الركود نظرا لأنه ما فيش انعكاس فوري على الأسواق؟ خلينا نوضح بس انه عمليه الركود التضخمي ما هيش بالشكل الـ يعني المعروف لعده اسباب، يعني ما نقدرش نجزم انه نقول ان احنا في حاله ركود تضخمي. ركود تضخمي معناه انه بشكل مباشر في ارتفاع متزايد في الاسعار، يعني كل يوم في سعر بالاضافه. بس احنا شفنا الامر ده في القبل، كان كل يوم في سعر قبل كده، ده حقيقي كان موجود. ما هو ده شرط، لازم يكون في تباطؤ لمعدلات التشغيل، لازم يكون في ارتفاع لمعدلات البطاله بيتزامن مع ارتفاع لمعدلات الاسعار. كان يعني هناك اسعار مرتفعه بشكل متتالي وده احنا لاحظناه كلها، الا انه كان في معدلات للبطاله مرضيه الى حد ما، وبالتالي ما نقدرش نجزم ونقول ان هناك يعني ركود تضخمي بشكل مباشر في السوق المصري. احنا شفنا بعض القطاعات حققت بعض النمو اللي كان موجود على الرغم من انه كان في بعض التضخم. اي قطاعات يا دكتور هنا تقصد؟ خصوصا القطاع العقاري على سبيل المثال شهد نشاط خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، شهد نشاط كويس. يعني بكل تاكيد احنا بنتكلم على حاله من الارتباك في سلاسل الامداد العالميه هي اللي دفعت بشكل اساسي الى اضطراب الاسواق المحليه ومنها مصر على سبيل المثال. عشان كده احنا شاهدنا صدمات متتاليه في معدلات الأسعار ومعدلات التضخم اللي يمكن في الشهر الأخير أو شهر نوفمبر بدأت تتباطأ إلى حد ما، متوقع أن هي
هتستقر الفترة اللي جاية مع يعني عدد من الإجراءات اللي قامت بها الدولة واللي هتعلن عنها الفترة. بالتالي القطاع العقاري ليه ظروفه يعني تحديدا في هذه الفترة، وهو كان أكثر قطاع نشط. ولكن خليني أسأل حضرتك يا دكتور، 35% من التضخم في مصر هو تضخم مستورد من الخارج نتيجة طبعا الظروف العالمية كما حضرتك ذكرت والكل يعلم. إزاي نشتغل هذه الفترة على تخفيض هذه النسبة، وكيف يمكن للمنتج المحلي أنه يلعب دور في هذا الأمر؟ بكل تأكيد الدولة بتستهدف أكثر من 152 منتج أو 151 منتج محلي، النسب المكونات المحلية فيها بتتخطى 80%. بكل تأكيد لو استهدفنا حتى على مستوانا كأفراد تفضيل المنتج المحلي في كافة الاستهلاك، ده يؤدي في النهاية خالص إلى عدم الضغط على الواردات، وبالتالي هيؤدي في النهاية إلى استقرار في المعدل العام للأسعار. إلى جانب كده الدولة يعني بشكل كبير بتسعى إلى جذب قطاع كبير من الاستثمار في الصناعات المختلفة، ده هيدي في النهاية خالص أو هيؤثر في النهاية خالص لزيادة المعروض، وبالتالي هيؤدي إلى استقرار في الأجل القصير في الأسعار ثم انخفاضها في الأجل الطويل. يمكن احنا شفنا الإعلان ده من قبل الحكومة لما بدأت في المبادرة اللي تمت مع القطاع الخاص، استهدفت بشكل أساسي استقرار الأسعار لمدة 6 شهور، هتبدأ من أو بدأت بالفعل من أكتوبر الماضي وهتستمر لحد شهر 4، متوقع أنها تستمر هذا الاستقرار لحد شهر 4. بعد كده المفروض أنه معدل التضخم هيبدأ أنه هو ينخفض للمستويات المستهدفة والمعلنة من قبل الحكومة. يعني حقيقي هل بالضرورة أنه تستمر معدلات التضخم في الانخفاض، وإيه العوامل اللي بتدعم هذه رؤية استمرار انخفاض معدل التضخم في المرحلة المقبلة؟ لشقين، الشق الأول أنه هو نتائج المبادرات والسياسات اللي بتقوم بها الدولة، لازم بتاخد أجل قصير في حدود 3 شهور عشان تبدأ يستجيب السوق للاستقرار ثم الانخفاض. الشق الثاني هو متعلق بالتجار والمنتجين، لأنه التضخم مش هيفضل يستمر بشكل متتالي، لازم هيوصل لنقطة معينة وبعد كده يبدأ أنه هو يقل مرة ثانية عشان يحقق أرباح. عشان كده لو فضل مستمر بالنسبة للمنتج مش في مصلحته ان هو يستمر في الزيادة، على خلاف الناس يعني متوقعة. حضرتك تقصد زيادة الأسعار؟ بالضبط، لانه هو هيصل لنقطة معينة وبعد كده يبدأ ان هو يتحوط من عملية الركود التضخمي اللي حضرتك اشرت اليها، ان هو يقع في مصيدة الركود، ان هو خلاص السلع مش هتتباع عنده او المنتجات، وبالتالي يبدأ ان هو ينزل عروض وينزل في المنتجات، وفي نفس الوقت ده هيكون في استجابة للإجراءات اللي قامت بها الحكومة، على سبيل المثال إجراء الإفراج عن كافة المستلزمات الإنتاج على ما تخش المصانع وتبدأ دورتها الإنتاجية تخش في حدود الشهرين 3، إلى جانب الإعفاءات من الغرامات التأخير اللي موجودة في الجمارك وساحات الانتظار، ده هيدي فرصة أكتر لتعظيم الأرباح بالنسبة للقطاع الخاص. إلى جانب طبعا أنه في عدد من الإجراءات النقدية اللي بتقوم بها الدولة برضه أو بيقوم بها البنك المركزي على وجه التحديد بتحفز مرة تانية إلى هبوط وانخفاض الأسعار. إلى أي مدى أيضا هناك حاجة حقيقية، لأن سلاسل الإمداد الداخلية أيضا تحتاج إلى ضبط، وأيضا الأمر المتعلق لرقابة الأسواق كي نرى يمكن تحريك للأسعار، يعني ما يكونش فيه استغلال؟ بكل تأكيد، يعني خلينا نوضح جانب كبير من الرقابة على الأسعار، أو بلاش نقول الرقابة على الأسعار، هو على الأسواق. الأسواق يعني هو الوعي الكافي، يعني ممكن في وقت الاضطرابات ده حضرتك كمستهلك وأنا كمستهلك نروح مكانين مختلفين لنفس السلعة نلاقي سعرين مختلفين، وبالتالي جانب كبير من الوعي لدى المواطن بيؤثر بشكل كبير على سياسة التضخم أو الأسعار بشكل كبير. إلى جانب كده عملية الحديث او الكلام المبالغ فيه عن الاسعار بيؤدي في النهايه خالص الى زياده وتيره التضخم بشكل غير مباشر. يعني لمجرد المغالاه في الحديث عن الاسعار ما بين الناس وما بين الافراد الغير متخصصين في توقعات التضخم بتؤدي في النهايه خالص لزياده التضخم، ويمكن ده احنا شفناه في الفتره من شهر 7 اللي فات لحد شهر 9. عشان كده مهم جدا ان احنا يعني نستنقي اخبارنا و
الإعلان عن النسب التضخم الفعلية من خلال الجهات الرسمية والجهات المعنية بقياس معدلات التضخم. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي.